زي ما قلنا لحضراتكم في ملفات كتير جدا مطروحه على مجلس الاداره حاليا، وكانت بتنتظر اكتمال القوه الخاصه بمجلس اداره النادي وكل رموز مجلس الاداره وكل المسؤولين في المجلس بعد عوده الكابتن محمود الخطيب من رحلته العلاجيه في المانيا، حتى تتم القرارات او تتخذ القرارات الخاصه بهذه المرحله، ومنها الكثير ما يتعلق طبعا الكثير والكثير امور تتعلق بتصحيح مسار كره القدم واعاده بناء الفريق، وايضا تحقيق المرجو على مستوى التعاقدات والصفقات الجديدة والنتائج، مع تأكيدنا على أنه النادي الأهلي يدين مؤشرات اللي الكل بيشعر بها في الفترة اللي فاتت، أنه حتى دون النظر للصفقات الجديدة اللي هي مؤثرة جدا بالفعل وإن شاء الله تكون مصدر رضا للجمهور وللرأي العام وللإعلام الرياضي، إلا أنه النادي الأهلي غني بأبنائه ونجومه. عندنا مكاسب كتير قوي، عودة باسم علي، مجموعة من النجوم اللي أشار لهم زميلنا شريف شعبان وهيعودوا خلال الفترة اللي جاية، أعتقد أنها هتكون كلها قوة مؤثرة جدا فنيا على الأداء والنتائج في الملعب وفي المباريات المحلية والدولية. خلونا ننتقل مع حضراتكم لفقراتنا النهاردة وضيوفنا في الاستوديو. هنبدأ هذه الفقرة، ضيفنا في الفقرة الأولى هيكون الكابتن أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي سابقا، وبعد نهاية هذا الحوار هنتوقف مع فاصل قصير، بعد الفاصل هتلتقوا مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين ومتابعته كمان للرياضات الأخرى والرياضة العالمية والملاعب العالمية من خلال الفقرة والتغطية المتميزة اللي بيقدمها عمر ربيع ياسين للرياضات والملاعب الدولية. خلوني أبدأ هذه الفقرة بالترحيب بضيفنا الكابتن أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي سابقا. مساء الخير يا كابتن. مساء النور يا فندم. سعداء بوجودك معنا. ربنا يخليك، ربنا يكرمك. كابتن أحمد طبعا في بيتك طبعا منور، ربنا يبارك لك. قناة الأهلي. ربنا عايز. كابتن أحمد هنتكلم عن مشوار الأهلي حاليا في الدوري الممتاز، شايف إزاي النتائج والأداء في المباريات الأخيرة؟ طيب يعني لو جينا استثنينا آخر ثلاث مباريات، قبل كده كان الأداء إلى حد ما متذبذب، تمام؟ يمكن الأهلي كان داخل بطولة عربية، بطولة أفريقية، مشتت. حتى لما رجعنا من البطولة الأفريقية ما حصلش نصيب، روحنا البطولة العربية برضو حصل ما فيش توفيق، رجعنا الفرقة في ماتش المقاولين تحديدا يمكن كان فيه كرة كويسة ولكن ما كانش فيه فينيشر، ما حدش بيخلص، اتخطفنا في الآخر، الدنيا عمالة تغلي علينا. الحمد لله يمكن بعد تعيين الجهاز الفني الجديد بوجود كابتن سيد وكابتن يوسف وكابتن سامي وعادل مصطفى وكابتن طارق سليمان، اعتقد ان قدروا يمسكوا العصايه شويه ويمسكوا نزيف النقاط اللي كان بيحصل في الفتره السابقه. انا مش مهم عندي دلوقتي لحد نهايه شهر ديسمبر، مش مهم الاهلي بيلعب كره ازاي، انا اهم حاجه عندي الثلاث نقاط المباريات في شهر ديسمبر. الثلاث نقاط هم اللي هيوصلوني في فتره من الفترات ان انا ابقى قريب من المتصدر، سواء المتصدر زيد او عبيد او اي حاجة. انا مش فارق معايا، انا عايز على بخلص انا ماتشاتي اوصل لاخر نهايه الدور الاولاني، ابقى في اول شهر يناير ان شاء الله، انتظارا قبل التدعيمات، انتظارا للاصابات المتلاحقه خلي بالك انت عندك في النجوم المصابين حدث ولا حرج، محمد الشناوي دلوقتي انضم لهم، سعد سمير، احمد فتحي على اليمين، علي معلول على الشمال، فرقه كامله، حسام عاشور في النص، رامي ربيعه، حسام عاشور في النص، تعال نتكلم اجاييه، انت وازارو كان متعاقد خلفيه، يعني انت عندك فرقه كامله، فرقه كامله تشيلك. الست سبع لعيبه دول لو موجودين في نهائي افريقيا ذهابا وعوده طبعا كل حاجه بامر ربنا سبحانه وتعالى، بس كنا هنبقى لينا شان اخر في النهائي ده اكيد اكيد، حتى شكل الاداء هيبقى مختلف بكل. بص حياتك ربنا مسبب الاسباب، كده كده احنا مش مكتوب لنا ان احنا ناخد البطوله، بس عندنا سبب صح ان الفرقه دي ما كانتش كامله. اما تيجي شهر واحد ان شاء الله الفرقه دي لو رجعت، انت بتتكلم في سبعه من ال 11 وعليهم تدعيمات اربع خمس لعيبه، شوف الدنيا هتبقى عامله ازاي معاك. في ناس بقى فرحانه جدا بالفتره الانتقاليه دي اللي اتكلمت عنها كابتن احمد، بتقول ان المهم فيها الثلاث نقاط في كل مباراه لاننا بنكسب ثقه المجموعه اللي شايله المسؤوليه دلوقتي. اللي موجوده تمام، وبعدين انت لو جيت بسيط متوسط الاعمار بعد ما كان بتتكلم في 29 30 سنه، امبارح انت بتلعب متوسط اعمارك لا يتعدى 24 سنه. اللي موجودين في الملعب كلهم سنهم صغير، بيكتسبوا ثقات، اذا كان كريم نيدفيد، اذا كان ناصر ماهر، محمد شريف احمد الشيخ عودته للمشاركه، كل اللي متواجدين متوسط اعمارهم لا يتعدى 24. اكبر واحد في الفرقه كابتن شريف اكرامي 35 سنه، بعديه مؤمن لما نزل اخر خمس دقائق 30 سنه، تمام؟ المتواجدين في الملعب اكبرهم سنا بعد كده 28 سنه عمرو السوليه، انما الفرقه بعد كده كلها سنها صغير. دي بقى تديك ايه؟ تديك روح استمراريه في الفريق، تديك روح هتقعد معاك 8 9 سنين. يعني بعد عوده المصابين والناس دي تتالق
يعني انت دلوقتي ما تقدرش باي حال من الاحوال تطلع كريم نيفيز من الملعب، انت بتدور له على مكان عشان تحطه فيه. الاول كان الجمهور بيهاجمه، دلوقتي الناس كلها بتطالب ان كريم نيفيز يبقى قدوه لبعض اللعيبه بدون ذكر اسامي، يبقى قدوه لبعض اللعيبه. باسم علي امبارح رجوع بعد فتره غياب كبيره جدا جدا جدا، نزل اثر في تغييره اثرت في نتيجه المباراه. وسيبك من هو بس عمل ضربه الجزاء، لا ده كمان انا رايي الشخصي يعني، باسم علي لو ما عندوش كميه الاصابات اللي بتجيله دي هيكون هو الجناح الموازي لعلي معلول في النادي الاهلي، وكابتن احمد فتحي يخش في نص الملعب. انما باسم علي طبعا عطلته كمان الاصابات، يعني اصابات كتير زي رامي ربيعه. رامي ربيعه لو مش انت يعني مع احترامي لكوليبالي، لو رامي ربيعه موجود ما كنتش هتفكر ان انت تجيب مساك كوليبالي. اساسي في النادي الاهلي، مساك اساسي في النادي الاهلي، كنت هتحط بقى جنبه سعد، جنبه نجيب، وبيرجع المنتخب فورا لو عاد وكان سليم وجاهز بيرجع. انا عايز برضو انوه لوجود احمد علاء. احمد علاء بقى له 5 شهور في النادي الاهلي بيتمرن على احسن ما يكون. لما يجي احمد علاء يتغير جهاز كاملا ويمشي ويجيبه كوليبالي يلعب، والولد مش موجود فرصته خالص، ومره واحده كابتن محمد يوسف يديله ثقه في مباراه والولد يثبت نفسه، يديله ثقه في المباراه اللي بعديها والولد يثبت نفسه، يديله ثقه في المباراه اللي بعديها الولد يثبت نفسه. واهم حاجه عنده قلب وروح النادي الاهلي، دي عنده. طالما دي عنده الكره هتيجي في النادي الاهلي عامه. اي لعيب في الدنيا عنده روح وقلب واصرار الكره هتيجي معاه بالوقت. كان كابتن حسام البدري من 3 سنين دايما يقول كريم نيدفيد لعيب عالي، دايما يقول كريم نيدفيد لعيب كويس انتظروه. المشكله انه كان مشتت، النهارده يلعب باك رايت، بكره يلعب باك ليفت، فيندر تحت الراس حربه يلعب. ولحد دلوقتي الفريق في المباريات الاخيره احتاجه في اكتر من مكان، بس لما لعب 3 ماتشات ورا بعض باك رايت ادى فيها ولا احسن. طيب انا هقول لك على حاجه، هو نزل تلت ساعه في المباراه الاخيره في بطوله افريقيا، ما حسيناش ان لعيب النادي الاهلي وروح وقلب ونفسيه وشخصيه النادي لما ينزل تلت ساعه والنادي الاهلي مغلوب 2-0 ويؤدي على احسن ما يكون ويكون رئه ويخبط ويجري، ده يدل لك ان هو شخصيه النادي الاهلي. خلي بالك على فكره كريم نيدفيد الناس كانت راضيه عن ادائه حتى في مباراه المقاولين، تمام، عمل جبهه في اليمين كويسه جدا وعمل فرص ما كناش موفقين ان احنا نحولها لاهداف، مترجمها ما ترجمناهاش، لكن هو عمل اللي عليه في الملعب، هو عمل اللي عليه في الملعب. وطلعنا قلنا كده امبارح الدنيا كلها بتتكلم ان ازاي الشيخ يقعد انا لحد دلوقتي مش راضي عن الشيخ. عارف ليه؟ الشيخ عنده اكتر من كده بكتير بس هو بيرجع للمستوى، هو بياخدها خطوه ستيب باي ستيب. بس المفروض واحد زي ده رجليه في الملعب، بص لعيب الكوره المهاري مهما بعد لما يرجع سريع، انما اللعيب اللي بيعتمد على الفيتنس والجري والتخبيط ده بياخد فترة عقبال ما يرجع. تمام؟ إنما واحد زي الشيخ بإمكانياته ومهاراته ومتعته هو بيمتعنا، يعني ده لما يرجع المفروض يرجع أسرع من كده وأقوى من كده. ناصر ماهر كان بقاله 3 شهور في التلاجة، لما نزل حسيت بناصر ماهر وحسيت بجودة ناصر ماهر وإمكانيات ناصر ماهر، صح ولا أنا غلطان؟ طبعا كان الفترة اللي فاتت مش موجود، إنما دلوقتي لما أول ما لعب حسيت بإمكانياته. يعني إحنا ممكن نطمن الجمهور يا كابتن أحمد إن إحنا بنكسب فريق جديد، مجموعه من الشباب مع خبرات ما كانتش مستفاد بيها في الفتره اللي فاتت بعد التجديد لمؤمن زكريا، وبيتم تجهيزه هو نجم كبير ومؤثر مع الاوراق اللي هترجع النجوم المصابه. اعتقد ان شاء الله الامور هتبقى مختلفه. بس احنا نسينا واحد مهم جدا، صالح جمعه طبعا بيتم تجهيزه، ده معمول له برنامج علاجي وتاهيلي منفصل. أنا تماما انا عارف تماما، يعني انا برنامج بدني كمان وتأهيلي. ربنا يبص ان شاء الله النادي في تقدم، وانا اوعدك ان يعني النادي في تقدم بطريقه فظيعه جدا، واوعد الجمهور كله الدنيا ماشيه كويس، مدير فني جاي محترم جدا جدا جدا، اللعيبه اللي جايه يعني لعيبه تشيل النادي الاهلي فترات كويسه جدا. من الناس ما تستعجلش، سيبك من اللي بيتكتب في السوشيال ميديا، والله ما حد عارف حاجه، والله عارف يا كابتن احمد ان احنا نفسنا كاهلاويه حتى هنا في قناه الاهلي كنا قاسيين على الفريق بعد الهزايم، لان دايما الراي العام بيبقى رافض ان الاهلي يخسر، بيبقى غاضب جدا ان الاهلي يخسر اي بطوله او اي مباراه، مع ان ده بيحدث مع كل انديه العالم، امر طبيعي في كره القدم، دي حقيقه. ولكن لما فكرنا بمنطقيه لقينا ان الفريق مع جهد الصفقات الجديده والتعاقدات الجديده وكلها هتكون اضافه ان شاء الله، لكن الفريق فعلا مليان نجوم. طيب. وممكن نحط تشكيل قوي جدا وصعب على اي فريق في الدوري يفوز عليه من غير لسه ولا لاعب من الجداد ما يضاف له. وانا معاك وانا معاك، بس انا هقول لك على نقطتين. النقطه الاولانيه انت وصلت 2-4 نهائي افريقيا، تمام، خدت دوري السنه اللي فاتت، ماشي بطريقه ممتازه في الدوري قبل ما يحصل يعني الوقعه بتاعت ماتش الاتحاد وبعدين ماتش المقاولين، لان هم خسرتين ورا بعض تقريبا. ماشي ووصلت النهائي، الناس طالعه. بص انا عايز ابين لك
قيمه جمهور النادي الاهلي وحب النادي الاهلي للانتصار. انت خسران 2 نهائي افريقيا ورا بعض والجمهور زعلان ومتنكد، في غيرنا ما بيوصلش اساسا ومع ذلك الدنيا بتبقى بالنسبه لهم فرحانين وكسبانين، الدنيا ماشيه معاهم في الدوري. لا احنا دلوقتي يعني اور كونسير اهتمام الفريق او النادي دلوقتي، احنا اهتمام النادي ببطوله افريقيا، احنا مش فارق معانا دوري دلوقتي، احنا مش فارق معانا كاس، احنا مصنفين نفسينا ابطال افريقيا، احنا نادي القرن. فلما نفكر ما نفكرش في يعني عايز تقول ان اولويه النادي الاهلي حاليا وجمهوره والمسؤولين في النادي واللاعبين البطوله اللي جايه بطوله افريقيا. طبعا طبعا. بص يعني وحط تحتيها 100 خط، والله العظيم ما بندور على الدوري، الدوري ده حاجه ثانويه بالنسبه لنا، احنا واخدين 40 دوري في 48 في قد ايه في 60 بس دوري. رغم كده ان رصيدنا كبير وبفارق كبير عن اقرب منافس، لكن بنقول دايما انها بنسميها كده البطوله المفضله للجمهور، البطوله المفضله ولكن هي ثانويه قدام بطوله افريقيا. طموحاتك الدوليه؟ انا عن نفسي انا كاحمد انا مش عايز، أنا ممكن ما اخدش دوري بس اروح اخد بطوله افريقيا. وعايز ترجع كاس العالم، وعايز ارجع كاس العالم والناس تشوفني والناس تعرف. هو لما علي سعيد الكعبي يروح في ماتش امبارح ويقول لك النادي الاهلي وعراقه النادي الاهلي والنادي الاهلي تاني والنادي الاهلي بيرفع تاني انديه العالم في عدد البطولات والتتويج، انا كنت قاعد عايز انط، مش يعني عايز اطلع افتح الشباك وانط. يا جدعان ده بيتكلم على الاهلي بتاعنا، الاهلي اللي احنا بنشجعه، وده مشجع انت ذات نفسك دلوقتي وانا بقول الكلمتين جسمك اتشعر، صح ولا انا غلطان؟ كل الناس بتتاثر اما تعرف ان ليك صيت ذائع عالميا كده، وانه معلق او مذيع مش مصر من بلد تانية، رأيه محايد تماما، ملوش انتماعات الأندية المصرية، وبيتكلم بمنتهى الموضوعية ان الاهلي رمز عالمي في عدد البطولات اللي حققها. فانا بقى عايز انا ازود البطولات دي، يبقى انا الأهمية عندي والأولوية دلوقتي لبطولة افريقيا دي نمرة واحد. نمرة اتنين هقول لك على جزء كده صغير. مستر جوزيه ربنا يديله الصحة، يعني كلمة قالها مرة كانت الدنيا ملوشة معانا بنفس الطريقة بالظبط، ملوشة تلويش غريب تمام، جيب كل هدوء وقال يا جماعة اللي يقابل زميله يديله طاقه ايجابيه، يقول له انت كويس النهارده، كنت كويس في الباص، انت رحت تجيب الكون والكره طلعت اوت عشان انت مش انت اللي وحش، لا الكره هي اللي وحشه، الارض علت الكره سنه، لازم تخترع لزميلك حاجه عشان تبين له ان مش هو السبب. لما تشوف دكتور تقول له الله يا دكتور على شغلك، لما تشوف المدرب الحراس تقول له انت شغلك هايل، لما تشوف الحارس بيصد دي بتحاول ترفع المعنويات او ما لما بيننا وبين بعض، بيننا وبين بعض 25 لعيب او 30 لعيب، كل واحد بيشجع الثاني، كل واحد بيشجع الثاني حتى لو حاجه ما تستحقش، ولكنها بتدي طاقه ايجابيه للفرقه كامله. الكلام ده خلي بالك لكل نقطه مستر جوزيه كان بيقولها لازم تعلم عليها صح وتحطها في المخزون عندك عشان هتحتاجها في اوقات. انا كان رايي النهارده ان احنا نحتاجها في وقت زي النهارده، في وقت زي دلوقتي، من الاعلام، من الجمهور، من اللاعبين، يعني انا الناس اللي دايما يعني انا ليا الى حد ما. طب هرجع لك نكمل كلامنا كابتن احمد، بس هنسمع راي كمان صديق العزيز وعضو اللجنه الفنيه في النادي الاهلي الكابتن هشام حنفي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا. مساء الخير يا كابتن هشام. مساء النور يا استاذ محمد، ازي حضرتك عامل ايه؟ اهلا بيك وسعداء بمشاركتك معانا على شاشه قناه الاهلي. الله يخليك دايما طبعا، اتشرف طبعا في اي وقت طبعا في قناه الاهلي بيتي وفي اي وقت طبعا. وعايزينك تشترك وتشتبك في الحوار مع كابتن احمد فوزي. كابتن احمد نجم النادي الاهلي السابق وحارس مرمى النادي الاهلي السابق بيقول ان احنا محتاجين نركز على الجوانب. اتفضل اتفضل يا كابتن احمد. منور الدنيا يا بيت. الله يخليك كابتن فوزي، يعني ارحب بيك. ربنا يبارك يعني طبعا طالما خدتني على طول كده يبقى تحياتي ليك كابتن احمد. ربنا يكرمك. من الحراس الممتازين يا جندي، من الحراس المثقفين جدا، راجل دكتور ما شاء الله، كان يعني قادر ان هو يبقى في الدراسه متفوق، وكان ايضا كمان في حراسه المرمى كان متفوق. ربنا يكرمك. برضه يعني الكوره يعني رزق وحظوظ لبعض الوقت، يعني فوزي لو كان كمل في النادي الاهلي كان هيبقى حاجه ثانيه خالص، لكن هو من الحراس اللي انا يعني على المستوى الشخصي لعب معايا في حرس الحدود بشكل قوي، كان شايلنا بشكل قوي جدا، ويا ما شال فرقه بصراحه يعني. ربنا يبارك لك. اكيد اكيد كابتن احمد عنده فترات طبعا في يعني تاريخه ومشاركاته كحارس مرمى كانت طبعاً متميزه جدا فنيا، واكيد مكانته عندنا كبيره جدا كواحد من الحراس المتميزين طبعاً في مصر. كابتن هشام، كان كابتن احمد بيطرح فكره انه محتاجين الراي العام دلوقتي وكل الكوادر الموجوده داخل النادي الاهلي تركز على الجوانب الايجابيه والقدرة
القدرات الموجودة عند الفريق وترفع من معنويات الفريق في الفترة دي، خاصة وإن معدل ومنحنى كيرف الأداء والنتائج بيزيد وبيتحسن دلوقتي. رأيك إيه يا كابتن هشام؟ خلي بالك أنا طبعا ده رأي أكيد كل الشارع الأهلاوي، لكن أنت الرأي الشارع المنافس بالنسبة لك الزملكاوي أو الرأي الشارع عموما في الميديا دلوقتي كله بيقول لك إن الإعلام كله بيساند النادي الأهلي. يعني في الفترة ديت يعني وأنا مش شايف كده خالص، أنا شايف إن في ناس بتحاول تحبط وتحاول تكسر النادي الأهلي في الفترة دي عشان يقدر يستفيد من وضعية الخروج من البطولة العربية ومن البطولة الأفريقية، ولكن دائما وأبدا النادي الأهلي يعني بيقف على رجله في أضيق الحدود وفي أقصر الطريق، يعني حتى لما بيغيب بطولة أو بطولتين أو بيتغيب سنة عندك أو موسم كامل، أنت بتقدر في المواسم الثانية انت بتلاقي نفسك متواجد بشكل قوي، بتحصد البطولات، بتصرف الانديه المصريه كلها بالكامل، بتصرف مصر عندك بتبرز لعيبه وبتفرغ لعيبه للمنتخبات باكملها. فبالتالي يعني لو احنا هنتكلم بالتاريخ زي ما الناس كلها بتتكلم دايما تقول لك تاريخه، طب ما انتوا بتتكلموا بالتاريخ، لو هنتكلم بالتاريخ والبطولات يبقى النادي الاهلي هو رقم واحد هيفضل طول عمره، مش هتعرف تحصل له النادي الاهلي. اكيد انا بكلمكم بجد، لو هنتكلم بطولات أكيد. انا النهارده ما ينفعش تبقى بتعمل مداخله مع حد وتقول له ده احنا نادي البطولات، لا طب يعني انت نادي البطولات جبتها منين؟ جبتها من التاريخ اللي هو انت ان في ارقام بتحسم المناقشه دي يعني بالظبط، في احصائيات عنك يبقى انت عشان كده نادي بطولات. لكن لما انت تقول بقى عن النادي الاهلي ان كان هو كان يعني ايه كان؟ هو الاهلي ما زال وهيكون وهو مستقبلا هيكون في ولسه احنا في منافسه الموسم ده سواء على المستوى طبعا المحلي او بطوله يعني افريقيا زي ما قال كابتن احمد، الموسم في اوله والكل عنده طموح مشروع، واحنا على يقين ان شاء الله ان فريقنا قادر يحسم البطوله دي باذن الله. انا معاك جدا ومع فوزي طبعا عشان مش عايز اثقل عليك لا 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 بالعكس، انا عايز اسالك سؤال تاني يا كابتن هشام كمان طبعا. هل احنا عاطفيين ومش مش يعني طريقتنا مش علميه في تقييم الامور، لانه الفتره اللي فاتت مع الهزيمه في نهائي بطوله افريقيا والخروج من البطوله العربيه بدا الناس تتكلم بلهجه حاده جدا ان الفريق محتاج فريق وان النادي الاهلي فريقه ده بالكامل محتاج يتغير، وبعدين بدات الناس تبص بشكل دقيق شويه مع رجوع بعض المصابين وتجهيزهم مع تحسن الاداء والنتائج وشغل الجهاز الفني الجديد واستغلال او الاستفاده بطاقات مجموعه كانت معطله من النجوم الشباب اصحاب القدرات الخاصه جدا، بدات الصوره تتغير تماما وبدات الناس تقول ده احنا فريقنا متكامل حتى دون النظر للصفقات الجديده. رايك ايه في الكلام ده كابتن هشام؟ بص انا هقول لك حاجه، ما انت ما ينفعش تحكم في وقت قصير قوي كده انك تكسب ماتشين فتقول ان الفرقه مكتمله والفرقه لما ترجع من الاصابات كلها تبقى جامده جدا وخلافه. طبيعي ان انت اصلا خارج من بطولات كبيره جدا وخارج من مشاركات افريقيه وعربيه ودوري وكاس، انت الفرقه اللي بتكمل على طول دايما، انت الفرقه اللي بتكمل ده مش كلامي، ده كلام فعلي في الملعب، ان الفرقه فعلا هي الوحيده اللي بتكمل في كل البطولات اللي انا بقول لك عليها. فبالتالي اللعيبه استهلكت، فانا النهارده محتاج ان انا عشان عربيتي تبقى كويسه او اللعيبه دي تبقى كويسه لازم ان انا اجيب حد معايا يبقى في روتيشن ما بيني وما بينهم. فاللعيبه طبعا عندك فتره اصابات غايبه بشكل كبير جدا عنك الفتره اللي فاتت بشكل كبير، لكن انت محتاج الفتره الجايه اللي هو الدعم، ومحتاج الفتره الجايه ان في ناس ثانيه تظهر بشكل قوي. انت عارف جوزيه، يعني اعتقد ان فوزي اتكلم على جوزيه، انا سمعت كده في الاخر، جوزيه في الحالات اللي زي دي ما بيبصش وراه خالص، ما بيبصش لحد، بيجهز كل لعيبه، كل لعيبه تبقى عندها وضع الاستعداد في اي وقت بينزل بتكسر الدنيا، بيخلي روح المنافسه. جوزيه بيبقى عايز ترسانه نجوم في الفريق، ان اللي بره في نفس مستوى اللي بيلعب بشكل اساسي. بالظبط طبعا طبعا، وهو كمدرب كان بيعمل ده. صحيح. هو بيصنع ده، يعني هو الناس كلها تقول لك طب ما جوزيه كان بيشتري اللعيبه كلها من بره، ماشي، ما هو مين بقى اللي يقدر يدير المنظومه دي كلها؟ أكيد. هو كان بيعرف يديرها كويس قوي، كان بيعرف يخلق روح المنافسه ما بين اللعيبه وبعضها في اوقات كتير جدا جدا. فلا انت الحمد لله انا شايف ان الفرقه محتاجه حاجات بسيطه، لكن انا شايف مع الاستقرار والدعم الفتره الجايه من مجلس الاداره، ودايما مجلس الاداره بيعودنا على الدعم والاستقرار دايما، فاعتقد ان النادي الاهلي هيبقى في حته ثانيه الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله نكون موفقين ونحقق بشكرك جدا وسعداء بمشاركتك معانا يا كابتن هشام. تحياتي ليك مره ثانيه نورتنا يا كابتن هشام، ربنا يبارك لك. شكرا كابتن. الف شكر كابتن هشام حنفي نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا وعضو اللجنه الفنيه بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا كابتن هشام. كابتن احمد تعليقك على اللي قاله كابتن هشام؟ يمكن ما انا ماليش تعليق، كل اللي قاله هشام هو فعلا مامي. الناس كاتبه مثلا في هاشتاج مثلا الاهلي راجع، راجع يا جدعان، هو كان راح فين؟ يعني هو الاهلي راح فين؟ الاهلي هو الاهلي، الاهلي هو الاهلي ويفضل الاهلي. خلي بالك في اعز اوقات انكساره، فعز اوقات انكساره هو الاهلي. كلمه جمهوره ده حماه مش قليله. الاهلي عمره ما بيقع، طول ما ورانا الجمهور ده خلي بالك في مصد في ظهرنا، عمرنا ما هنرجع ورا لحد حته معينه، لا انت يا اول، وساعات بتبقى ساعات بتبقى تاني.
اكتر من كده الجمهور بتاعنا هو حمانا، جمهورنا هو اللي بيفوقنا ودي حقيقه، وجمهورنا هو اللي بيرجعنا، ومع ذلك الدنيا كلها بتشتغل وكل الدنيا بتشتغل عشان نزوق النادي الاهلي. عايز تقول ان حتى النادي الاهلي في اسوأ الظروف لما بيحصل له دروب عنده حد ادنى بينزلش عنه، الحد الادنى ده هو الثاني، ما فيش منافسة على لقب البطوله. يعني يا اما تنافس يا اما مالكش، وبتبقى الدنيا مقلوبه يعني مش راضيين واللعيبه مش راضيين والجمهور مش راضي كمان. بص محمد، احنا ايه اللي هيج الدنيا قوي الفتره اللي فاتت؟ السبب الرئيسي ايه؟ انا بسال حضرتك سؤال، كان بطوله افريقيا والخروج من البطوله العربيه، بس والله البطوله العربيه ما تفرق معانا، البطوله افريقيا، بطوله افريقيا عشان خدنا فيها ايه؟ المركز الثاني السنه الثانيه على التوالي ناخد نلعب الفاينل. شوف بقى لما بناخد احنا جمهور الاهلي المركز الثاني بنبقى عاملين ازاي، بنبقى غضبانين جدا زعلانين والدنيا هاجت وعايزين نغير ونجيب لعيبه جديده ومش مع ان احنا عندنا قوام رئيسي للفرقه يشيل، بس احنا اللي ايه، احنا اللي عايزين نبقى الاول على طول، وطالما عايز تبقى الاول على طول لازم تستحمل كمان الجمهور ولازم تقف معاه، والجمهور هو اللي هيزقك وهو اللي هيشد شاطر بألف بالظبط، لما بتغلط لازم الجمهور ده يراجعك لازم في الكلام، لازم تبقى مراجعه الجمهور دي مهمه، هي اللي بتزق النادي الاهلي. احنا ما بنطبطبش، خلي بالك ما بنطبطبش على اللعيبه، احنا بنزق اللعيبه. بس كان امر كمان جيد جدا انه كابتن خطيب لما اتكلم عن الموضوع ده بعد خساره البطوله الافريقيه قال انه حتى في حاله الفوز باللقب احنا كنا كمجلس اداره ومسؤولين عن ملف الكره في النادي كنا بنرصد بعض القصور ونقاط ضعف موجوده وكنا هنشتغل على اصلاحها، بس ما كناش عايزين نتدخل وسط الموسم او وسط البطوله. واضح ان كانوا عينيهم بخبراتهم الكرويه الكبيره شايفين ان في مشكلات فنيه. تمام، مفيش شك في مشكلات فنيه، ومفيش شك كانت هيحصل يعني تحسين او تعديل للفريق، تعديل للفريق او احلال وتجديد زي ما بيقولوا يعني، بس كانت هتبقى في المداري، هتمشي اثنين وتجيب اثنين وبعديها بثلاث اربع شهور تمشي اثنين وتجيب اثنين، فانت ايه في خلال سنتين كنت هتغير الفرقه كلها. انما انت دلوقتي الجمهور بيزقك لازم تغير بسرعه كمان، بسرعه الحق نفسك، انت في بطوله هتخلص في شهر خمسه لازم تكون فيها البطل، لازم بطوله افريقيا في شهر خمسه تخلص تكون انت البطل. عشان كده احنا كل اللي بنقوله دلوقتي يا جماعه، انا عايز طاقه ايجابيه تتصدر للعيبه، طاقة إيجابية تتصدر من الإعلاميين اللي زي حضرتك، طاقة إيجابية تتصدر من اللاعبين القدامى، طاقة إيجابية تتصدر من الأجهزة الفنية للاعبين، عشان نعدي بيهم شهر 12 ده، لما نعدي شهر 12 ونيجي في شهر واحد والدنيا تلاقيك بتنافس على الدوري غصب عنك، أنت لما بص أنت لما بتطلع من تحت غيرك أول ما بيشوفك طبعًا أول ما بيشوفك فوق بيبتدي الكهرباء يقع طبعًا. تمام طبعًا. فهي دي النقطة، خلي بالك هم كانوا فريش وفي اعلى يعني نفسيا عاليين، ليه؟ عشان خاطر النادي الاهلي بعيد عنهم، اول ما ابتدي النادي الاهلي هيقرب من اللي فوق اذا كان فلان ولا علان، انا بقول فلان ولا علان، هيبتدوا هم يكهربوا ويبصوا على النادي الاهلي، اول ما يبصوا علينا هتعرف ان احنا هنركب، ده شيء لانه بيبدا بقاعدة. الكل يبقى حذر مرتبك جدا، انه عارف النادي الاهلي لو قرب خلاص من اللقب ما بيتنزلش بالظبط. فعشان كده انا بس عايز الجمهور يزقنا لقدام، مش عايز حد يمسك الحبل ويشده لورا، لا ده انا عايز. وكلامك مهم قوي يا كابتن احمد عن الشهر ده تحديدا اللي بنكسب فيه نجوم جدد في الفريق، نديهم الثقه وهنلاقيهم معانا كاوراق مهمه جدا ما كانش مستفاد بيها الفتره اللي فاتت، هيبقوا هم والنجوم اللي راجعين والصفقات الجديده والنجوم اللي راجعين من الاصابه هتبقى حاله مختلفه تماما ان شاء الله. بص اول ماتش بعد كارتيرون كابتن محمد يوسف بيلعب مين؟ بيلعب الشيخ، ميدو، ناصر ماهر، لا وبعدها في المباريات الثانيه محمد شريف، يعني محمد شريف باحمد علاء، كريم ندفد، احمد علاء مش موجود خالص، كريم ندفد. فده ليه؟ لان نظره كابتن محمد يوسف عارف اللعيبه دي من زمان من وهي في الناشئين تحت عارفها، وعارف اللعيبه دي عدت عليه. انما مستر كارتيرون برضو جه على سكواد عايز يلعبه ويكسب بيه، ممكن يدخل واحد يتعور دخل واحد مكانه، واحد يتعور دخل واحد مكانه، انما نفسيا وشخصيا معرفه كامله بكل اللاعبين، معرفه كامله ما كانش قادر، لان خلي بالك هو جسم احنا مش عايزين نظلمه، هو جه في ظروف صعبه جدا، جه في فتره صغيره ظروف صعبه واجهته اصابات كتير. خلي بالك هو عمل معانا يعني احنا ما نقدرش نظلم مستر كارتيرون، هو عمل اقصى ما بوسعه والحظ ما حلفوش، عشان بس نبقى هو استلم الفريق اخيرا المجموعه ووصل المباراه النهائيه، يعني ده يحسب له طبعا حتى لو في اخفاقات بعد كده، في جميع الاحوال يحسب له انه كان ماشي في ثلاث بطولات بطريقه مميزه، يمكن لما خسر واحده الدنيا وقعت معاه، ولكن في الاجمالي الراجل انا من شايف من وجهه نظري اتظلم، بس هو مش على قدر النادي الاهلي،
النادي الاهلي عايز حد يكسب، يعني عايز حد امكانياته تقدر تعمل روتيشن او تدور مجموعه النجوم دي بشكل مشكلة احسن. مشكله مستر كارتيرون ان هو ما عندوش شخصيه حازمه مع اللعيبه. بص، هو انا المفروض ابقى ايه كمدرب؟ مدرب المفروض حاجتين مهمين جدا جدا جدا، فريندلي وفي نفس الوقت طف. لازم ابقى اللعيبه كلها بتحبني، بس في كيمون متيم بشخصيه مانويل جوزيه. خلي بالك اللي بتقوله ده وصف لشخصيه مانويل جوزيه. دي حقيقه ما اكذبش عليك. في كي مومنتس معينه كده لازم تبقى طاف مع بعض اللعيبه، عشان اللعيب يعرف انه مش لحد، مش في وقت، مش هينفع يتدلع فيه اكتر من كده. خلاص احنا استحملناك مره واثنين وثلاثه، خلاص اقعد. انما في العموم لازم بحب الناس كلها. هو بقى مستر كارتيرون عنده واحد، عنده فريندلي مع الناس كلها، انما ما عندوش القسوه شويه في التعامل، او الحزم الشديد المطلوب في اوقات كتير، مش احيانا. ما انا بقول لك يعني في كي مومنت بالظبط كده اللي هي ايه، يعني او مفتاح اوقات او دي لحظه أوقات فارقه بالنسبه للفريق. ايوه بالظبط، لحظات فارقه لازم اكون فيها طف، ولازم اخد قرارات قويه، والا الدنيا تنهار مني، والا الدنيا تقع مني. تمام، مع لاعب بقى في شويه استهتار في الاداء او تخاذل، او مش عشان كده انا من وجهه نظري هو ما كانش بشخصيه النادي الاهلي، انما احنا برضه بنرفع له القبعه وبنقول له على راسنا من فوق، وانت عملت معانا حاجه كويسه، ولكن ما فيش توفيق وما فيش حظ، وان شاء الله اللي هيجي اوعدك اللي هيجي هيبقى عنده نفس اللي انا بقول لك عليه باذن الله ان شاء الله. نسال الاسئله المحرجه بقى عن حراسه المرمى. وكابتن احمد فوزي معروف يعني على المستوى الانساني وعلى مستوى زمالته مع نجوم النادي الاهلي في الملعب باخلاقياته، وانه دائما لا يود ان يتحدث عن زملائه باي شكل او يقيم اي زملاء. الحمد لله ان انت عارف دي عارف دي، بس هحاول نتكلم في الاطار المقبول بالنسبه لثقافه النادي الاهلي ونجومه. الناس كانت بتتكلم الفتره اللي فاتت برضو في ازمه في حراسه المرمى في مصر كلها، في ازمه في حراسه المرمى في النادي الاهلي. الحراس في مصر الجيل ده غير الاجيال اللي فاتت، وعندنا مشكلات مؤثره على حتى الاداء في المنتخب. ايه رايك في مدى صحه الكلام ده، والى اي مدى راضي عن كفاءات حراس المرمى في النادي الاهلي وعلى مستوى المنافسه بينهم؟ طيب خلينا نتكلم بكل موضوعيه. بكل موضوعيه، حراسه المرمى في مصر في خطر. تمام، يعني انت عندك 5 حراس او 6 حراس في مصر، دول اللي معتمد عليهم بالامانه. منهم 2 موجودين في النادي الاهلي، واحد موجود في نادي الزمالك، واحد محترف بره، واحد في سموحه، والانتاج الحربي. دول السته اللي الافضل حاليا من وجهه نظرك في مصر، احسن 6 موجودين في مصر. انا بص، انا بحلل حراس المرمى كل اسبوع في قناه ما، وعارف ماتشات الدوري كلها، وبشوف ماتشات الدوري كلها. كل الحراس في ابس اند داونز، يطلع وينزل يطلع وينزل يطلع وينزل، انما المستوى ثابت اللي انا بقول لك عليهم دول. شريف، والشناوي، جنش، عامر، عواد، محمد، احمد الشناوي، محمد ابو جبل. تمام، دول الحراس اللي مستواهم ثابت على طول. الباقيين حبه فوق وحبه تحت، حبه فوق وحبه تحت. ده دليل على ايه؟ ده دليل على ان مصر فيها مشكله كبيره في حراسه المرمى. التاهيل ما بقاش زي زمان. خلي بالك، اكتر فرقه بتاهل حراس مرمى وبتطلع حراس مرمى ناديين في مصر على الاطلاق، يعني ناديين، النادي الاهلي ونادي انبي. لما يكون في انبي في مشكله دلوقتي في حراسه المرمى، وبيلعبوا ولد عنده 19 سنه، والاحتياطي بتاعه عنده 22 سنه، والتالت عنده 25 سنه، تعرف ان في مشكله. وبيغيروهم ايه؟ ده في ال 15 ماتش او ال 16 ماتش اللي لعبهم انبي، لعب كل واحد فيهم لعب 4 ماتشات 5 ماتشات 3 ماتشات وهكذا دواليك. تمام؟ فلما يكون في مشكله في الحته دي، احنا هنا عندنا في النادي الاهلي كان ماشي الشناوي كويس قوي، وبعدين جات له فتره دروب، خلينا نكون واقعيين، ركب شريف لحد ما شريف ماشي كويس دلوقتي. انما في العموم في الاجمالي زي ما بقول لك كده، احنا مش ما عندناش مشكله في الحراسه كاهلي كشريف والشناوي، ما عندناش مشكله. خلي بالك احنا عندنا ناس واعده جدا طالعين من تحت، جدا 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 يعني. ويعني احب اطمن الجمهور، اذا كان مصطفى شوبير، احمد طارق، حمزه وعاصم بتوع ال 2001، دول 2 اجوان ان شاء الله 17 سنه دلوقتي، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله واحد فيهم هيلعب منتخب مصر مستريح ان شاء الله. يعني بص، بكل امان، يعني مستقبل حراسه المرمى مطمئن ان شاء الله في النادي الاهلي ان شاء الله مطمئن. بس في راي بيتقال، مش عارف تتفق ولا تختلف معاك يا كابتن احمد، ان هذا الجيل مع الكفاءات الموجوده فيه من الحراس ما عندناش حارس زي الاجيال اللي فاتت، اللي هو كان ممكن نشوف حارس بيلعب موسم كامل
يخطئ او يبقاش موفق في مباراه او اتنين في تمام. موسم كامل تمام. بيقال انه التغير في مستوى الحارس هبوطا وصعودا حتى اقوى حراس مصر حاليا بيحصل بمعدل اكتر من كده بيحصل تمام. في الموسم الواحد كذا مره حقيقي. طب ليه واحد واثنين وثلاثه وعشره مش عايزين نقارن حد بعصام الحضري دي مشكله النادي الاهلي المشكله الازليه للنادي الاهلي من ساعه ما عصام مشي من 2008 كل حارس بيقف في النادي الاهلي بنقارنه بعصام الحضري ما ينفعش ما ينفعش نقارن حد بحد دي نمره واحد نمره اتنين الحارس الجيد بيعرف بايه اخطاء غير متكرره في مساف اخطاء غير متكرره يعني اخطاء لوحدها في مسافات زمنيه متباعده يعني كل 3 اشهر يغلط غلطه بس ما يكررهاش تاني مش نفس الغلطه اللي فاتت بعد 3 شهور يعمل غلطه غيرها مختلفه تمام ده يبقى حارس جيد او محترم او ممتاز انما الحارس الضعيف او اللي هو يعني المقبول اللي هو ايه اخطائه متكرره في فترات زمنيه متتاليه او متقاربه ده تعرف انه حارس غير جيد ليه؟ لانه بيغلط نفس الغلط على طول ما بيصلحش منه والمدرب بتاعه مش عارف يصلحه له تعرف ان المشكله هنا في الحارس وفي المدرب بتاعه احنا الحمد لله ما عندناش ده احنا مشكلتنا ان الاخطاء ظهرت في مباريات قاسيه حاسمة. جدا وحاسمه جدا انما في مجمل العام للسنه الشناوي واخد مان اوف ذا ماتش فين في كاس عالم الشناوي لعب كاس عالم وكل ده من النادي الاهلي الفضل الله سبحانه وتعالى والامكانيات الولد وكابتن طارق سليمان وكابتن احمد ناجي الواحد يقول ليه واللي عليه جه دلوقتي الدروب بتاعه جه معانا في وقت صعب تمام شريف موجود لما كان موجود وحاجه مطمئنه للناس ان الحارس اللي موجود كبديل للشناوي هو شريف اكرام خبراته الكبيره دي اللي هو خلي بالك شريف مش بديل طبعا انا بتكلم ان اللي بره الملعب لو الشناوي طبعا انا بوصل لك نقطه مهمه جدا 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 الاثنين اللي عندنا زي بعض بالظبط بالظبط واحد يتفوق في حاجه الثاني يتفوق في عكسها واحد يتفوق يعني كل واحد ليه بنفيتس مميزات خلينا ما نسميهاش كده ما نقولش بديل لان هما فعلا ايكول بالعكس الخبرات كمان لعدد السنوات المشاركه لشريف يعني اللي مطمن الناس انه لما بيبقى الشناوي لو هو الاختيار رقم واحد في المباراه دي ان رقم اثنين اللي موجود على الخط بره ده حارس عنده خبرات دوليه خبرات كبيره وعنده رصيد بطولات مع النادي الاهلي دي حاجه مطمئنه للناس اكيد ولازم الناس تطمن من الحته دي احنا مش عايزين اي يعني انا مش شايف ان احنا عايزين واحد دلوقتي مش عايزين حراسه المرمى حاليا حراسه المرمى مش محتاجين نجيب حد الاثنين اللي موجودين دول ان شاء الله ان شاء الله مع كابتن طارق سليمان ومعاهم علي لطفي ان شاء الله يرجعوا لسابق عهدهم والحقيقه في ثقه في كابتن طارق هو مدرب كويس جدا والخبرات السنين اللي فاتت بتقول ان تجاربه مميزه جدا وتاثيره على بص بقى كابتن طارق بقى له 8 سنين في النادي الاهلي على مدى الثمان سنين منهم سنتين خد بطوله افريقيا في 2012 2013 كان موجود هو اللي كان موجود بطولات بقى عد بقى يعني دوري وكاس وبتاع فيعني لا الراجل بيعرف يتعامل نفسيا مع الاثنين حافظهم وحافظينه جاب الشناوي ما كانش موجود بعد ما كانش موجود خالص في الصوره لعبوا موسم كامل وقدام منتخب مصر ولعب منتخب مصر وبقى حاجه جميله يمكن حصل للشناوي دروب دي مش بتاعتنا وبعدين رجع كابتن طارق اعتقد انه هيرجع شريف والشناوي هيبقوا حاجه كويسه فانا كل اللي انا عايزه الناس تهدى حراسه المرمى عندنا الحمد لله بخير ال 10 سنين قدام ان شاء الله الحراس اللي طالعين لك من تحت هيشيلوا النادي الاهلي واعتقد انه بيشتغل على انه كمان مشاركات شريف اكرامي تبقى دلوقتي فيها كمان عوده ثقه لشريف في الملعب بخبراته الكبيره أكيد لانه جاله فتره كان في نقد وكان في هجوم عليه شديد عشان بعض الاخطاء اعتقد مشاركاته الاخيره ما تكررتش فيها الاخطاء دي اكيد كل ماتش لشريف بيطلع الاهلي كسبان وبيطلع هو شباكه بياخد ثقه اكتر وشباكه نظيفه مش بياخد ثقه بترجع له الثقه اللي كانت عنده شريف عنده كان عنده ثقه في نفسه ويخش في الحديد حتى لما كان بيغلط بيعتذر في الملعب وبيلعب الماتش اللي بعده اسهل اصعب ترجي هنا تعادلنا 2-2 السنه اللي فاتت مش السنه دي مش الموسم اللي قبله تعادلنا وكان شريف سبب في التعادل رحنا نلعب هناك اللي كسبنا لعب مباراه رائعه صح يعني دي دليل على انه شخصيه وقوه النادي الاهلي وانا اتوقع لشريف انه يبقى حاجه كويسه جدا بعد ما يبطل كمان كانسان وكشخصيه وهيبقى يمسك حاجه في النادي الاهلي لان هو شخصيه ممتازه موفق فالشخصيه عنده شخصيه النادي ايوه بتدل على الولد هيعمل ايه فاول ما ترجع له الثقه هتشوف شريف ده حاجه ثانيه ان شاء الله طيب كابتن احمد التجارب اللي بنشوفها دلوقتي ان النادي الاهلي بيلاعب فريق زي نجوم السادات تمام
خبراتك مع الفريق لما كنت بتواجهوا فريق بالقدرات دي وبالفارق ده فنيا عن النادي الاهلي، ايه الاستفاده الفنيه عشان اقول المباراه دي هتبقى لها فوائد ايجابيه كبيره او جوانب ايجابيه كتيره؟ طيب بص، بدايه كده كان عندنا مدرب من غير ذكر اسامي يعني كان يقول لك لما ابقى واقع اجيب فرقه اكسبها 6-7، اعلي الروح المعنويه للعيبه، اخلي الروح المعنويه للعيبه اي حد هيجي لي بعد كده هكسبه 5-6، مش مشكله الفرقه اللي انا بلعبها اسمها ايه، حتى لو بلعب في 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 حوش، المهم ان انا لما العب ادي طاقه ايجابيه للعيبتي، اجيب اجوان كتير وما يخشش فيها حاجه، يبقى كل الناس بتعلى معايا بطريقه غير مباشره. دي نمره واحد. نمره اتنين، عوده بعض اللاعبين اللي مش موجودين بصفه مستمره زي مؤمن زكريا. مؤمن زكريا، باسم علي لعب تلت ساعه كويسه جدا، يديله النهارده، يديله النهارده عشان يرجع كويس. احمد ياسر ريان مش موجود، يرجع ويبقى كويس. اي حد متواجد دلوقتي عايز يرجعه يحطه في ماتش زي دون، ليه؟ عشان يرجع له ثقته في نفسه، عشان يحس انه حتى لما بيلعب ماتشات وديه لا هو واقف على رجليه. نمره 3، الحاله البدنيه للاعيبه بتتاثر في التمرين عن المباراه. لما يلعب مباراه ب 90 دقيقه ونفسه يرجع له 90 دقيقه غير لما يتمرن 90 دقيقه. خلي بالك التمرين يفرق كتير عن المباراه، مهما كان جهد المباراه بيبقى اعلى بكتير من جهد التمرين. عشان كده ثلاث نقاط مهمين جدا 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 بيستفيدوهم من المباراه. مش مشكله ما تفرقش معانا انا بواجه مين، على قدر الاستفادات اللي من ورا المباراه دي ايه. طيب هنتكلم عن توقعاتك للفتره الجايه. شايف فريق الاهلي بهذا الشكل ماشي بشكل مطمئن، كيرف اداؤه بيعلى، يعني نقدر نقول للناس ان احنا هنعمل اداء ونتائج ان شاء الله، هنحقق اداء ونتائج مرضي للجمهور حتى على مستوى بطوله الدوري، هنقرب ومش هيبقى فيه المخاوف اللي كانت عند بعض الناس الفتره اللي فاتت، البطوله ضاعت او بعدت؟ بدايه انا ما يفرقش معايا خالص الاداء دلوقتي، انا عايز 3 بونت، ما يفرقش معايا الاداء بتاتا. الاهلي يعمل اللي هو عايزه، بس المهم يطلع كسبان 1-0. احنا جبنا جون في ماتش بتروجيت وقعدنا في اول 12 دقيقه وقعدنا طول المباراه طلعنا ب 1-0، هو ده اللي انا عايزه. هنتكلم عن الاداء امتى؟ لما الصفوف تكتمل. بس تعالى بقى في شهر 1 تحاسبني واحاسبك بالاداء، تحاسبني واحاسبك بالاداء، ساعتها بقى يبقى في اداء وانتصار ومكسب والدنيا تبقى حلوه وثقه الدنيا كلها ترجع في النادي الاهلي. انما انا دلوقتي انا عايز كل ماتش يجر ماتش، ماتش مكسب يجر مكسب، مكسب يجر مكسب، لحد ما اللعيبه كلها ثقتها ترجع، نلعب كره حلوه زي زمان، اللعيبه المصابه ترجع وتخش في وسط. خلي بالك دول اللي هيبقوا اساسيين دلوقتي واللعيبه المصابه اللي هي كانت اساس في فتره ما هنطعم بيها الفرقه واحده واحده واحده. ليه؟ لان دول اثبتوا جدارتهم. تمام، يبقى لما تيجي تغير مش هتيجي تجيب واحد كان في بيته مثلا بقاله شهرين متعور، لما يجي ينزل اول ما ينزل هتدخله؟ لا، ده انت هنا تعالى الراجل اللي بيلعب مكانك بيلعب كويس وبنكسب بيه، فانت هتخش كبديل، ولما تخش بديل تاخد تلت ساعه في نص ساعه في شغل، هيبقى في بينهم منافسه. النجم اللي راجع ده في بينهم منافسه وبين اللي اثبت مكانه في ملعب. وده ده دليل على ايه؟ ده دليل على ان ده وده الاثنين بقى في حق. بص ده اللي كان موجود ايامكم مع مستر مانويل جوزيه. تمام، كان بين كل اللاعبين وكل كان في بص اللي قاعدين في البيت اللي كانوا بره ال 18 كانوا اتقل من فرق معينه، لعيبه اتقل من فرق معينه، فاهم؟ الفرق كلها، الفرقه كلها، كل واحد على حده نجم، وكل واحد على حده انت جايبه بالشيء الفلاني، وكل واحد على حده يشيل فرقه. وكانوا بيقولوا دايما نجوم من الجيل ده كان يقول اللي بيغلط فينا او ما يلتزمش بتعليمات الجهاز الفني مره واثنين خلاص ويخرج من الحسابات، هو عارف ان فرصته انه يرجع بعيد ما بيرجعش، لازم تلف عليه 3 مرات. لا لازم تلف عليه 3 مرات، لان البديل بياخد واللي قاعد بره ال 18 بياخد، اللي طالع من تحت فكل اللي بيمسك في الفرصه فما بيسيبهاش، عشان عارف ان اللعيب اللي مكانه لما ياخد الفرصه هتبقى صعبه. هو ده اللي انا اتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، وده اللي هيحصل ان شاء الله، يبقى الجهاز الفني عنده 20 او 24 لاعب، كل اللاعبين جاهزين وهو محتار مين اللي يلعب، عنده فكر متعدد ويلعب 4-2-3-1، يلعب زي امبارح مثلا يوسف اسقف له 4-2-3-1، حب يامن النتيجه راح ملاعب بشام محمد ولعب 4-3-3 واتحكم في الكوره بطريقه احسن، وراح مطلع شريف وراح مطلع ناصر ماهر ومنزل يعني عنده تغييرات، مرونه فنيه في المباراه لما اكون مزنوق قوي والفرقه مغلوبه العب 3-4-3 زي ما عمل قبل كده، واطلع واحد من السردباكات والعب واحد زياده في نص الملعب. بص دي هتفرق معانا جدا، مرونه تكتيكيه في الملعب نتيجه وجود لعيبه زي ما بيقولوا ايه، بتقدر تلعب كذا مركز وكذا مكان، فتقدر تغير لك من الطريقه في الملعب على حسب نتيجه المباراه. رايك في الصفقات الجديده بشكل عام حتى الان،
والتفاوض مع مدير فني على مستوى بيقال دلوقتي ان النادي مركز على الاتفاق مع مدير فني اما انه يكون اضافه كبيره جدا او لا، يعني انه الاتفاق مع مدير فني على مستوى عالي جدا. هكلمك كمشجع للنادي الاهلي، محب النادي الاهلي مش كنجم سابق تمام في الفريق. تمام. رايك ايه؟ رايي في الـ في الـ في الـ النجوم الاسماء التعاقدين اللي التعاقدين اللي حصلوا لحد دلوقتي ممتازين. محمود وحيد يلعب باك ليفت كويس، يلعب باك رايت كويس، يلعب هاف ليفت كويس. محمد محمود، محمد محمود بقى يلعب اي حته، يلعب ديفندر هايل، يلعب تحت راس الحربه هايل، امكانياته كويسه زي ما بيقولوا كده ذو ثلاث رئات، بيجري كتير، عنده بصير كويس جدا، يعرف يعمل لنا سروهات. الاثنين دول اللي جم لحد دلوقتي، الاثنين دول كويسين. والاعمار السن الصغير اللي احنا ايوه طبعا احنا بنبني فرقه، فالاعمار الصغير زي ما قلت لك في الاول، الفرقه اللي موجوده امبارح متوسط اعمار 24 سنه، ودي حاجه ايجابيه تحسب لكابتن محمد يوسف وتحسب لكابتن سيد عبد الحفيظ، ان احنا نزلنا الاعمار واحنا مش حاسين. تمام. احنا في فتره من الفترات كان في مشكله بالنسبه لنا كبيره قوي، بنلعب في بطوله افريقيا المعدل اللي شايل الفرقه من 30 ل 35 سنه. النجوم بتاعتنا من 30 ل 35 سنه، احمد فتحي، حسام عاشور، وليد سليمان، الشناوي، شريف اكرام، محمد نجيب، كل دول دول النجوم بتاع الفرقه. فكان المعدل بتاعنا كبير، دلوقتي لما ننزل معدل والنجوم تتغير لا يبقى في ده له تاثير على سرعه اداء الفريق وعلى طبعًا مستوى اللياقه. طبعا طبعا ده شيء مهم جدا. فعشان كده انا شايف ان التدعيمات والتطعيمات كمان، مش تدعيمات بس، دي ده في تطعيم للناس القديمه، مين اللي طالع ومين اللي هياخد فرصه. ايوه بالظبط كده. ان شاء الله على مستوى الحدث، على مستوى النادي الاهلي ان شاء الله، واحسن مما تتخيل. طيب هسالك سؤال تاني عن حراسه المرمى، انا عارف انك هتجاوب عن نص السؤال ونص السؤال التاني هتحاول تجاوبه بدبلوماسيه. يعني قول لنا ثلاث حراس من وجهه نظر كابتن احمد فوزي هم حاليا حراس مرمى منتخب مصر، ورتبهم. لا الترتيب مش بتاعتي. انا عارف الترتيب هتقول لا مش بتاعتي، هتخرج من دي. مش بتاعتي. طيب مين افضل ثلاث حراس المفروض يكونوا حراس احسن ثلاثه؟ جنش وعواد ومحمد الشناوي. احسن ثلاثه موجودين في مصر حاليا. حاليا. ساعات بقى يحصل زي ما بقول لك كده ابس اند داونز، ممكن يخش عامر شويه، ممكن يخش شريف اكرامي شويه ويطلع مكانه مثلا الشناوي يطلع. يعني بص هي 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 بتدور في الخمس ست جوان دول، انما الترتيب على حسب الحاله الفنيه لكل واحد في الوقت الزمني اللي احنا فيه. يعني مثلا في الشهر الاخير ممكن تلاقي جنش احسنهم. تمام. قبليه كان ممكن يكون مثلا الشناوي قبل الفتره. عواد عامل موسم في السعوديه ولا اروع. كل الماتشات بيكسبوا 1-0، والسبب في المكسب الرئيسي عواد. من شهرين كان الشناوي نمره واحد. عشان كده بقول لك هي بتبقى هي متغيره. ممكن تبقى بين حراس المنتخب في تغيرات كتير جدا، ولكن اللي رجليه اكتر في الملعب هو محمد الشناوي. طيب هنتكلم عن الفتره الجايه، طموحاتك انك تشوف فريق الاهلي بيجي له صفقات جاهزه، لاعبين اشبه بالنجوم الموجودين معلول اجاييه، ولا تتمنى ان كل الاضافات الجديده تبقى طبيعه الاداء 20 سنه 21 سنه 22 سنه، طبيعه الصفقات اللي من النوع ده زي محمد محمود وقبله صلاح محسن، النجوم اللي ممكن يدوا الفريق ل 10 سنوات قادمه ان شاء الله. تمام. دي على حسب التطعيمات اللي موجوده. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي عندي الفرقه قوامها لو جينا اتكلمنا، سيبك من الحراسه عشان الحراسه كل ما بتقدم كل ما بتبقى احسن. تمام. دي وجهه نظر يعني. نتكلم في الحته بتاعه خط الظهر، انت عندك علي معلول اكبرهم. تمام. احمد علاء صغير. سعد سمير متوسط العمر. محمد هاني متوسط العمر، لو حطيت معاهم كريم ندري يمكن كابتن احمد فتحي كبير. الديفندرات كلهم صغيرين في السن الا حسام عاشور تقريبا. تمام. تحت راس حربه ما عندناش حد معدي ال 30 سنه. طب دي وليد سليمان طبعا ده حاجه، بس وليد ربنا يديله الصحه. تمام. الرصاصات حربه كلهم صغيرين 22 سنه. انا لما اجيب بقى اجيب لعيب دلوقتي لما اجي استخدام للعيب، وبعدين جبت اثنين لعيبه 22 سنه يمكن 24 سنه محمود وحيد. لما اجي اجيب بقى اجيب اثنين لعيبه 27 28 سنه. ليه بقى؟ دول عدوا بخبرات سابقه قبل كده، عندهم من الامكانيات اللي يظهروه للفرقه يساعدوا الفرقه، وفي نفس الوقت مش هيجوا مشدودين، لا ده هيجوا واقفين على رجلهم وعندهم ثقه وعندهم يعملوا توازن مع الشباب اللي في الملعب. اللاعب بتاع جنوب افريقيا اللي كان موجود اسمه باكا. ماشي. باكاماني اللي كان معانا الفتره اللي فاتت. باكا ده لعيب جامد قوي 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 قوي، لعيب كويس جدا جدا جدا، ولكن الظروف ما ساعدتوش. عارف باكا ده بعد سنتين هيبقى حديث المدينه زي ما بيقولوا.
فعلا هيبقى لعيب كويس جدا، انما هو الظروف بتاعتنا ما ساعدتوش. اولا عنده سرعه، عنده كوره شويط، مهاري جدا، مهاري. ايوه ما انا بقول لك المباريات اللي مشارك فيها كان عنده كنترول عالي قوي، انما هو اتظلم معانا ليه؟ هو لما جه مستر كارتيرون يغير قال لك عشان اجيب كوليبالي لازم امشي واحد من الاربعه، فاضطر انه يمشي باك. انما لو الطبيعي باكا ده لعب كمان السنه دي كان هيبقى حاجه زي اجاي كده. عايز اختتم معاك الحوار ده برساله حابب توجهها للاعبين في الفتره دي من خبراتك اللي فاتت، وعايز لو عايز تكلمهم سريعا عن موقف من اصعب المواقف اللي مريت بيها مع فريقك مع جيلك من اللاعبين. بص الاول مش هيتكرر موقف زي الدوري بتاع 2001 2002 اللي هو بتاع سيد عبد النعيم، الجون لما خسرنا ماتش النهائي انبي 1-0 من انبي 1-0 والزمالك كسب الاسماعيلي. والزمالك كسب الاسماعيلي، مش هيجي موقف زيه. الموقف ده احنا كنا بنعدم، كنت متصدرين البطوله، كان بوم فري من اول وكان متصدر البطوله من اول اسبوع، وانه قادر رياضيين والاعلام مش راضي عن الاداء، مش راضي عن الاداء، بيقول الاهلي في الصداره والاداء لوغاريتمي. بس عايز اقول حاجه، احنا كنا وحشين فعلا بصراحه، كنا فرقه يعني معتمدين على 3 4 لعيبه صغيرين في السن، كان منهم سيد عبد الحفيظ وحسام غالي ومحمد جوده خالص خالص، كان في لعيبه كتير نجوم الفريق منهم مش عارفين مش فاهمينه. احنا ما كناش فاهمين بوم فري عايز ايه في وفاهه من الاوقات، ما كناش فاهمين هو عايز ايه في 2002 الكلام ده. فالموقف ده عدى علينا. انا عايز اقول لك ان تاني يوم في التمرين احنا شفنا حاجات انت مش متخيل اللي ينزل مننا. بس دي مره وحيده يخسر فيها الاهلي البطوله في الاسبوع الاخير. في الاسبوع الاخير نزلنا، جمهور كان بيجي التمرين عادي، اللي ينزل بس يحط رجليه في الملعب كان بياخد شتيمه ويتحدف طوب وكل حاجه في التمرين. تخيل انت متخيل يعني ايه في التمرين مش في ماتش مثلا. فجه كابتن الخطيب، انا فاكر الكلمه دي كويس قوي، قال لنا زي ما دول بيرفعوك السما واتكلموا مع وشالوكوا في وقت انتوا كنتوا فيه واعين، انتوا لازم تنزلوا تاخدوا النقد بتاعهم وتاخدوا الشتيمه على راسكوا وتسمعوا الكلام عشان تعرفوا الفرق بين المكسب والخساره. وفعلا نزلنا، وده درس لازم تتعلمه دلوقتي يا جماعه. انا درس للعيبه بقى، ما تحطوش في دماغكم اللي بيتقال في السوشيال ميديا، ما تحطوش في دماغكم اللي بيتقال في الاعلام، ما تحطوش في دماغكم اللي بيتقال في الجرايد. انا كل اللي عايزه منكم انتوا اللي تشيلوا بعض مع بعض، انتوا اللي تعرفوا تشدوا من ازر بعض، تبنوا الفريق بقوه في الفتره. انتوا اللي تشدوا من ازر، زي ما قلت لك في الاول خالص احنا عايزين نصدر لبعض طاقه ايجابيه. الطاقه الايجابيه دي هي اللي هتفرق مع الفرقه الفتره الجايه ان شاء الله. سعداء بوجودك معانا النهارده، وان شاء الله يتكرر اللقاء ده ونتكلم في ظروف كمان النتائج فيها تبقى اتضحت بشكل اكتر، مش بس على مستوى بطوله افريقيا، على مستوى بطوله الدوري إن كمان ان شاء الله الموسم ده اللي عندنا ثقه كبيره انها ان شاء الله هتكون الاهلي منافس قوي جدا على البطوله وهيكون الاقرب لها ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. اكيد انا متاكد طبعا، انا زي ما قلت لك ان الدوري ده حاجه سنويه يعني بناخده عادي، مع احترامنا لكل المنافسين على فكره، انه لا ينتقص من احترامنا لاي منافس فكره اننا عندنا ثقه في فريقنا، وده حق مشروع لكل فريق بينافس على البطوله، لكن احنا عندنا ثقه في قدرات نجومنا ولا نتحدث على الاطلاق عن اي منافس يعني. بس هو ده اللي انا عايز اقوله، ان احنا ان شاء الله بطوله الدوري بتاعتنا بامر الله اللي بندور عليه وعنينا عليه بطوله افريقيا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في شهر 5 هنرفعها بامر الله في رمضان. كابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي سابقا، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده في الاهلي. ربنا يكرمك، الشكر لله، ويعني انا اتشرف ان انا اكون متواجد مع حضرتك. ربنا يخليك، شرف لينا يا كابتن احمد، بشكرك جدا. مشاهدينا بشكر حضراتكم على المتابعه، بنشكر نجمنا في هذا اللقاء نجم النادي الاهلي سابقا وحارس مرمى النادي الاهلي السابق الكابتن احمد فوزي. ابقوا معنا، فقراتنا مستمره بعد الفاصل، حوار اخر وفقره متميزه ومتابعه متميزه لزميلي العزيز عمر ربيع ياسين، وايضا الكره النسائيه واخبار الكره النسائيه والتطور المرجو في هذا المجال في مصر. خلونا نتابع هذا اللقاء المتميز كعهدنا دايما بزميلنا العزيز عمر ربيع ياسين والتغطيات المتميزه اللي بيقدمها من خلال الاهلي ليله وعلى شاشه قناه الاهلي. شكرا لحضراتكم على المتابعه والى اللقاء.